الشخصيات المكلفة بشؤون المرأة يعني تحيي هذه الذكرى، ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ومعها هذه المناسبة مناسبة الختان. و يعني هذا البرنامج يعني يبتدئ من بداية شهر ربيع الأول إلى نهاية شهر ربيع الثاني، يعني واليوم نحتفل بهذه المناسبة وهي ختان الأطفال، وهي سنة تقوم بها هذه الخلية في كل سنة. وكما نعلم أن الختان هو من سنن الفطرة، وكذلك أنها شعار المسلمين. وكما جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب. شكروا هذا المجلس العلمي اللي عملنا هذه المبادره، هذه تكلفنا بالختان هذا العواود بالمجان وعطاهم لهم الهدايا وكل شيء، كنشكرهم بزاف. مشينا لكلينيكا وعملوا لنا ختان العواود كل شيء بالمجان، شكرا لهم بزاف وشكرا على هذه الخاليه اللي عملنا بهذا الشيء كامل. وهذه المبادره كل سنه كيعملوها، كنشكرهم بزاف على هذه المبادره وكنتمنوا يقوموا شي في هذه الطريقه هذه ان شاء الله. كنشكر المجلس العلمي على هذه المبادره، وكنشكر حتى الجمعيه اللي تكلفتنا بهذا الشيء بالطهاره ديال وليداتنا الله يرحمهم الوالدين، وفرحوا بنا الصراحه واعتنوا بنا لا بالحلويات لا بالهدايا للاطفال. كنقول لهم شكرا جزيلا، وكنتمنوا لهم ان شاء الله مسيره طويله ان شاء الله مع الاسر مره اخرى ان شاء الله. احنا كنشكروا هذه المبادره الوطنيه اللي عملوا لنا الجمعيه، تفكرونا الله يجازيهم بخير الله يرحم الوالدين ديالهم، تفكرونا في هذا الموسم ختان الدراري الله يجازيهم بخير الله يرحم الوالدين، تكلفونا بالختان الاطفال بالمجان وعملوا لنا الحفله الله يجازيهم بخير الله يرحم الوالدين ديالهم، الله يفرحوا لنا اولادنا وعطاهم الهدايا الله يرحم لهم الوالدين. شكرا. تنظم الخلية كل سنة بمناسبة المولد النبوي الشريف برنامجا بهذه المناسبة، وسمته هذه السنة بموكب الرحمة. هذا البرنامج يتضمن مجموعة من الأنشطة، دروس دينية بالمساجد، محاضرات وندوات، بالإضافة إلى الأعمال الاجتماعية والتي اليوم نحتفي بأحدها وهي عملية الإعذار الجماعي لفائدة الأطفال مدينة طنجة والضواحي. وصل هذه السنة عدد الأطفال المحتفى بهم 35 طفل. اليوم عندنا حفل الختان بهذه المناسبة، كيحضروا معنا جميع مؤطرات الخلية بالإضافة إلى أمهات وأباء هؤلاء الأطفال وبالإضافة إلى الحضور الآخر.